بس قوليلي لان الناس كلها عارفاه بس مش عارفه ان ده بتاع بدريه السيد. حاضر. طلعت فوق السطوح. ايوه طبعا دي حاجه انا طبعا. يعني بص من كتر ما انا بحب الموال ده بالذات لانها هي اشتهرت كمان بيه قوي ضربت بيه جدا أوي يعني أوي. فبتقول ليلا 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 طلعت فوق السطوح انده على تاري لقيت تاري بيشرب من انا غيري زعقت بعزم بابي زعقت بعزم بابي وقلت يا تاري قال لي زمانك مضى روح دور على غاري. الله 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 ده انا اعرف المول ده من زمان. شوف لما قلت ده قلت لك قولي دي حاجه من الحاجات اللي انا عن نفسي مضروبه بيها.